السلام عليكم. دكتور زروالي محمد من مدينة سيدي قاسم، صيدلاني. الموضوع اللي كنقدم اليوم كيتعلق بموضوع بممارسة مهنة الصيدلة من دون الحصول على الشواهد بشكل غير قانوني، وبشكايات اللي سبق أنها توجهت للمجلس الوطني والمجلس الجهوي لصيادلة المغرب بهذا الخصوص، واللي صراحة المدة طويلة ما جاوبش وما أعطى أي تدخل. كما أنه شكاية توجهت لوزارة الصحة والأمين العام ديال الحكومة بخصوص نفس الموضوع، وكنت أسف أنه زعما صراحة ما قاموش بأي بادرة في هذا الاتجاه. كما أنه توجهت شكاية الوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمدينة سيدي قاسم بهذا الخصوص، وتوجهت أيضا شكاية لرئاسة النيابة العامة بثلاثة ديال الصيادلة في مدينة سيدي قاسم. هذيك المدينة ديالنا سيدي قاسم اللي عرفت اعتقال صيدليين بسبب ترويجهم للمواد التي تصنف كمواد مخدرة. أحد الصيادلة موجه به شكاية بممارسة من الصيدلة من دون ترخيص، ولكن للأسف الآن لمدة سنة لم يقم تفعيل الشكاية. كاين عدة اختلالات اللي احنا رصدناها في ميدان الصيدلة في الأمر اللي كيتعلق بالرخص. سبق وجهت عدة طلبات ديال حق المعلومة، لكن للأسف ترفضت. كان الحق اللي كيطالب بحق لائحة مرخصين على مستوى مدينة سيدي قاسم، كما أنه توجه حق السيد رئيس مجلس وطني صيدلة المغرب من أجل معلومة للحصول على معلومة بخصوص الإذن اللي تعطى في مدينة سيدي قاسم بممارسة مهنة الصيدلة. طلبات المعلومة للأسف كلها اللي ما تجاوبش عليها، واللي تطرح بطبيعة الحال عدة علامات استفهام. اليوم بالتأكيد صباح واجب تدخل وزير الصحة وتدخل حتى وزير التربية الوطنية بهذا الخصوص، حيث لابد من يتم نشر لائحة صيادلة المرخصين. حتى السيد رئيس النيابة العامة صراحة المطلوب منه القيام باللازم، لأنه في عدة تصريحات قام بها، ويعني فايت شاهدناه وصرح بأن من أعطى معلومات دقيقة سنبحث فيها، وأنا قدمت معلومات دقيقة للنيابة العامة وللأسف لم يتم البحث فيها، ولمدة سنة لم يتم الإجابة على شكاية. كما أنه عندما تم حفظ شكاية تحرمت من حقي في الإطلاع على الملف من أجل الدفاع، وغنتفاجأ فيما بعد أنه هذه الشكايات اللي أنا درت توجهت بي شكاية بالوشاية الكيدية. كان الهدف ديالها بالتأكيد إبعادي عن هذا الملف فقط، لأن عندي أنا الحق في توجيه شكايات. أنا ما كنوجهش وشايات، أنا ممكن أنا هذه مهنتي وملزم بالدفاع عنها. كما أن الشكايات اللي وجهتها كانت مبنية على أسس، وهاد الدعوة ديال الوشاية الكاذبة كان الهدف ديالها بالتأكيد إبعادي عن هذا الملف. فكان نتمنى بعض الجهات أنها تدخل وتساهم في الوصول إلى الحقيقة، وشكرا.